الذي علمنا في كتابه أسماءه وقال لنا سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مجلى الكمالات الإلهية الأعظم، والذي قال لنا في حديث صحيح رواه سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. ومن بين هذه الأسماء الذي تعرف الله بها علينا وأمرنا أن نحصيها فهما وعملا وتعلقا وتحققا وتخلقا اسمه الباطن، فاسمه سبحانه وتعالى الباطن الذي يدل على أنه سبحانه وتعالى ليس دونه شيء، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، والآخر الذي ليس بعدك شيء، والظاهر الذي ليس فوقك شيء، والباطن الذي ليس دونك شيء. فالظاهر هو الذي لا يخفى، والباطن هو الذي لا يدرك من شدة قربه سبحانه وتعالى. والله يقول: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فمن سر القيومية بطونه في قيام العباد به، فالله سبحانه وتعالى هو القائم بسائر خلقه وبالأكوان، ففي الحقيقة ليس معه شيء، بل كل شيء قائم به. ومن شدة قربه وقيامه بالأشياء قد يخفى ولا يدركه الذي لا يؤمن بالغيب. وقد أشار الله سبحانه وتعالى في قوله: وهو أقرب إليك من حبل الوريد. فمن بطونه مع لطفه سبحانه وتعالى يقوم بالعبد، وفي نفس الوقت العبد له اختيار، فسبحان الذي خلق العبد على هيئة فيها من الأسرار التي لا تخلو من الاختيار، وفي نفس الوقت قيام الله بما يختاره العبد وبمسؤولية العبد باختياره. ولذا تحقق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، الاسم الباطن، فبطن في الأكوان بسر روحانيته بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكانت روحانيته صلى الله عليه وآله وسلم سرا ساريا في الأكوان، بها ظهرت وبها رزقت وبها وجدت وبها أيضا هديت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متحققا بالاسم الباطن
في حقيقته الروحانية الأحمدية قبل أن تظهر الصورة المحمدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم باسمه أحمد هو عبد الباطن، وباسمه محمد هو عبد الظاهر، فظهر بمحمديته فهدى الله به إلى صراطه المستقيم، كما أبطنه بروحانيته فصار ممدا للأكوان بأسباب بقائها وبأسباب هدايتها وبأسباب حفظها. فسبحان الذي أظهر الموجودات التي ظهرت به ولم تظهر بنفسها، فلا ظاهر معه سواه سبحانه وتعالى، فهو الذي بطن في كل ظاهر وظهر في كل باطن. فسبحانه ظاهر في بطونه، باطن في ظهوره، حارت الألباب والعقول في إدراك معناه، فهو الذي قال لا يحيطون به علما وهو بكل شيء محيط. وكيف يحاط به علما؟ بعقل قد خلقه سبحانه وتعالى، وهو القائل سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أي لم يكن له مثلا ولا ندا ولا موجود في مرتبته. فكل ما تصورته فهو ند، فالله على خلاف ذلك، وكل ما تخيلته فهو مخلوق، وأين الخالق من المخلوق؟ فسبحانه وتعالى جعل علامة الإيمان به بعد معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله كما عرفنا إياها في قرآنه سبحانه، أن نستسلم وأن ندرك عدم قدرتنا على كمال الإدراك. ولذا قال سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه، أي ذاته، فتفكر في الصفات والأسماء والأفعال ولا تتفكر في الذات فتهلك. فسبحانه الذي بطن في كل شيء وقام به كل شيء، وربما هذا المعنى هو الذي جعل كثير من علماء التصوف يقولون بوحدة الوجود على هذا المعنى القائل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فالقائم على كل النفوس واحد، والقائم بكل النفوس واحد، والظاهر في كل المظاهر واحد. فلما كان الظاهر والقائم واحد فدل على أن الوجود فيه نوع هذه الوحدة، ولم يقل أحد أنه حل فيها، حيث أنه لا موجود سواه ليحل فيه، فكل موجود به سبحانه وتعالى. والذي يعتقد أنه يحل في الأكوان يعتقد أن الأكوان في جانب والله في جانب، فسبحانه هو الموجود وليس معه موجود سواه، وكل موجود موجود به. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالمعية فقال هو معكم أينما كنتم، فالمعية هي صفة الخالق، أما المخلوق فهو موجود به سبحانه وتعالى وليس معه. والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولم يكن شيئا معه. ولذا يقول العلماء المحققون وهو الآن على ما عليه كان، فلا يطرأ عليه تغير سبحانه وتعالى. فإذا أدركت أيها المسلم وأيها المؤمن وأيها المحسن أن الله هو الذي يقوم بك، فسلم أمرك له وفوض أمرك إليه وثق به، فإنه ما خلقك ليضيعك، فهو اللطيف بك وهو القائم بك وهو الحافظ لك وهو الهادي لك وهو الحريص عليك وهو الودود الذي خلقك لأنه يحبك، خلقك ليكرمك، كلفك ليشرفك، وشرفك فكلفك. فسبحانه وتعالى هو الذي هدانا لهذا، وكان واسطة هدايتنا إليه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لولا ظهوره ولولا كلامه وسنته وسلوكه في حياتنا ما أدركنا هذه المعاني
ولا فهمناها، فلولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود. لو أنزل هذا القرآن على جبل، ما تحمل الجبل نزول هذا القرآن لعظمته ولجلاله، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق قلب النبي أقوى من الجبال، تحمل نزول القرآن فأنزله على قلبه ليكون من المنذرين، فكان نعم المنذر ونعم البشير، وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي علمنا كيف نعبد الله، وكيف ندرك أنه هو أقرب إلينا منا، وأنه هو القائم بنا سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي هدانا إلى صراطه المستقيم. فكان صلى الله عليه وآله وسلم واسطة نزول القرآن، فلولا قلبه ما نزل. ثم كان هو أيضا لسانه واسطة بلاغ القرآن، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدة. فلولا لسان النبي العربي المبين ما تيسر القرآن، ولولا قلب النبي ما نزل القرآن. ومن خلال هذا القرآن عرفنا الله سبحانه وتعالى، عرفناه بأسمائه، عرفناه بأفعاله، عرفناه بمراده من أكوانه. فما خلق الأكوان لنا إلا لنعلم سبحانه وتعالى. خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فما خلق لنا هذه الأكوان إلا لنعلم، أما نحن فقد خلقنا له سبحانه وتعالى لنعبده، فلا ننشغل بالأكوان عن المكون، إذ لو دققت النظر ما وجدت إلا الله، وكل ما سوى الله باطل عدم، ما ظهر إلا بظهوره سبحانه وتعالى وبظاهريته، وما قام إلا بقيوميته، وما أدرك إلا ببطونه، وما اهتدى إلا بهدايته. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مجل الكمالات الإلهية الأعظم، ومظهر الأسماء والصفات، ومحط نظر الله في الأكوان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا تحت نظر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دنيا وأخرى، وأن يحققنا بحقائقه ويسلك بنا مسالكه، وأن يشفعه فينا ويخلقنا بأخلاقه. وكما هدانا لهذا الدين القويم وحبب إلينا هذا النبي الكريم، نسأله ألا يتوفانا إلا ونحن على أكمل حال من الإيمان والإسلام والإحسان. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، تحلو صنوف الطرب. فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي، دوما تفوز بالأربي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطربي، نسكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على ما الوصفه في الكتب. بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا، بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه سلوا، وعن سواه فاعدلوا
فإنه خير نبي، وعن سواه فاعذلوا فإنه خير نبي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب المزكي النسب، من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب المزكي النسب، من وصفه في الكتب. هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا، هو النبي المصطفى ربي له قد شرفا، يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي، يزوره أهل الوفا شوقا إلى هذا النبي.